في أعماق سعيدة تعيش الحاجة مسعودة بمنطقة يوب، والتي تعتبر من أهم الحرفيين في صناعة الحلفاء، التي تعد مصدر رزقا لها منذ 50 سنة. خدمة راني نخدم فيها ملي كان عندي 10 سنين حتى لحقت 50 عام وأنا نخدم في الخدمة، نخدم الطين ونخدم الحلفة، وراني معلمة بنات خويا راهم يخدموا الحلفة، وراني كان نصيب قاعد نعلم هذا الجيل به ما يطلقوش الحرفة. الحاجة مسعودة حملت على عاتقها الحفاظ على صناعة يدوية بقيت لأجيال كاملة، أجيال جعلت من الحلفاء مادة متميزة لصناعة الأواني المنزلية ومنتجات أخرى، خصوصا وأن الطلب عليها يزداد مع اقتراب شهر رمضان. راه وعدنا رمضان إن شاء الله يدخل علينا بالصحة والستر، ويبغوا الناس يبغوا هذه الكسكاس، يبغوا ذو الطبق، يبغوا ذو الصوالح في رمضان. أنا راني كبرت وراني نبغي ذو الجيل يحافظ على هذا الحرفة نتاع الجدود. السيدة مسعودة يعني هي نعتبرها معلمة حرفية في هذا المجال، وهي اللي ممكن تساعدنا في مجال تكوين يعني فئات الشباب، وذلك يعني وصناعة الحلفاء يعني صارت اليوم مطلوبة بشكل يعني مميز. لتبقى الحاجة مسعودة مثال للمثابرة والاجتهاد، فبوسائل بسيطة عالت عائلتها وحافظت على إرث أجدادها.